السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كويس جدا لتعديل الصور، بالذات لو في صورة قديمة ومش واضحة. ترفع أي صورة يبدأ إن هو يعمل لك التوضيح للصور بالشكل دوت. الصورة كانت من كده وبعد كده بقت كده، تمام. لسه هو بيرفع الصورة اهيت، اهي تمام. هنرفع احنا صورة، مش هنصدق الكلام اللي هو بيقوله. هنبدأ نرفع صورة، خلينا نقول له رفع. خلي بالنا الموقع اصلا صيني، تمام. هرفع صورة من عندي، اخترت صورة قديمة وقلت له اوكي. دي الصورة قبل التحسين بالشكل دوت. لو عملت زوم هتحس بفرق يعني. طيب الحاجة التانية، لو انت عايز تشيل الخلفية، اي صورة بترفعها بيخليك الانسان ويلغي اي حاجة تانية بشكل دوت. بعد كده تحسين الرسوم المتحركة، لو في اي كرتون بالشكل دوت بيبدأ ان هو يوضحه لك بالشكل ده. وحتى الان الخدمات مجانية، وتقدر ان انت تحمل الحاجة. انا ده انمي، في ممكن لو في فيديو كمان ترفع الفيديو ويبدأ ان هو يعدلك في الفيديو.